مصر تنفي اتهامات المتمرد حامدتي بمشاركتها في قصف قواته. نفت مصر اتهامات قائد قوات ميليشيا الدعم السريع في السودان المتمرد محمد حمدان دقلو بالمشاركة في الضربات الجوية على قواته في منطقة جبل مياه بولاية سينار وسط البلاد. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي بعد منتصف ليل الأربعاء إن الجيش المصري لا يشارك في المعارك الدائرة بالسودان، ودعت المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكرها المتمرد حميدتي. وأشارت الخارجية المصرية إلى أن هذه المزاعم تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان. وأكد البيان أن مصر حريصة على أمن واستقرار ووحدة السودان أرضاً وشعباً، وتشدد على أنها لن تألو جهداً لتوفير كل سبل الدعم للسودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب. وكان المتمرد حميدتي اتهم مصر بالمشاركة في الضربات الجوية على قواته في منطقة جبل مويا، وقال في مقطع فيديو مسجل الأربعاء إن قواته قتلوا وضربوا غدراً بالطيران المصري وفق تعبيره. وأضاف صامتنا كثيراً على مشاركة الطيران المصري في الحرب حتى يتراجعوا، لكنهم تمادوا الآن. كما اتهم المتمرد حميدتي القاهرة بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع. وقال المتمرد حميدتي إن القنابل التي تلقيها الطائرات المصرية على قواته أمريكية الصنع، واتهم من 6 إلى 7 دول لم يسمها بدعم الطرف الآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وخاطب قائد ميليشيا الدعم السريع قواته في جبل مويا التي استعادتها قوات الجيش قبل أيام، وقال لهم إنكم لم تهزموا ونحن راضون عنكم وتقومون بإعادة تنظيم صفوفكم، وكما سيطرنا على جبل مويا سابقاً سنعيد الكرر. وأضاف موجهاً حديثه لمقاتليه: لقد هزمتم بسبب القوة القاهرة والطيران الحديث السوخي والميغ 29، وفي النهاية الكثرة غلبت الشجاعة، وفق تعبيره. وأعلن الجيش السوداني السبت الماضي استعادة السيطرة على منطقة جبل مويا في ولاية سينار بعد معارك ضارية استمرت أياماً. وكانت الولايات المتحدة فرضت الثلاثاء عقوبات على شقيق المتمرد حميدتي الأصغر، متهمة إياه بقيادة عملية شراء أسلحة لصالح القوات شبه العسكرية وإطالة أمد الحرب في السودان.